السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اخويا لاباس عليك. اهلا اهلا بك سيدي عمر. كي داير اخويا لاباس عليك كل شيء مزيان. بارك الله فيكم واعزكم الله. وقد ذكرنا اخويا الله يذكرك بالجنة ان شاء الله. اعزك الله اخويا عمر. وذكر جميع المسلمين. يا بارك الله فيك واعزك. اللهم اعينك على هذا الباب. يا رحمن يا رحيم. وعين جميع المسلمين. يا ربي يا كريم. الشيخ كوريبان بغيت نسولك واحد السؤال. الله يرحم الوالدين. يا اهلا وسهلا مرحبا. كاين بعض الناس اخويا كيكثروا مسبان الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكاين بعض الناس تيسب الدين وام بالناس. يا ام بالناس. اي ام بالناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسمعت في واحد الحديث في واحد القول العلماء. نعم. بلك من سب الدين اغتسل ويشهد ويجدد العقد مع الزوجة ديالو. اي يا اخوي لا اله الا الله لا اله الا الله. وهالشيء اخوي راه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. اطلبهم الناس جميع المسلمين يرتاح لهم هذا الباب. نطلب الله السلامة والعافية. يرتاح لهم هذا الباب ديال سبان الدين. الناس كتشوف المرأة كتسب الدين في الدار ولادها والراجل يسب الدين. ما أعوذ بالله الرجيم. أعوذ بالله الرجيم. أعوذ بالله الرجيم. لا حول ولا قوة الله. يعفو على الجميع أخويا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم أمين سيدي عمر بارك الله فيك. ما شاء الله أخويا راه شي الله إلا راه ما شاء الله راه الدين تماتوا عليه الصحابة يا أخويا راه ما شاء الله. أيه أخويا أيه الدين ورث الناس. كنشرفوك أخويا ونشرفو جميع الناس اللي ما غادي ينقصوا من هذا العيب تاع سبان الدين. أيه أخويا بإذن الله الواحد الأحد. الله يعاونك ويعاون جميع المسلمين. أعزك الله مولاي. الله يرحم لك الوالدين. أعزك الله سيدنا عمر. أعزك الله سيدنا عمر. جميع سيدنا محمد. يا رحمن يا رحيم اللهم آمين. اللهم شد بيديك. اللهم آمين يا رب. وبركك بما نويتي. يا رحمن يا رحيم أخويا. ويحفظك فيما توجهتي. اللهم آمين يا رب شكرا لك. وفي جميع المسلمين. يا رب يا رب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سيدي عمر ذكرتينا بواحد المبدأ خطير جدا في العقيدة وهو من يتجرأ على سب الدين والعياذ بالله. هناك مقدسات معروفة عند جميع الدول وجميع الأمم وجميع الأجناس. معروف بأن هناك مقدسات لمشيت الأمريكا مثلا أو أي دولة من دول العالم وشي واحد سب العالم ديال الدولة اعتبروا بأنه مس بالمقدسات. إذا سب الحاكم ديال البلد مس بالمقدسات. إذا سب الشعار ديال الوطن مس بالمقدسات. وطبعا معروف أن القانون ينص على عقوبة معينة لكن سب الدين لا نعتبر أن هذه حرية فردية وهذه خصوصية. هذا أمر خطير للغاية من أخطر المخاطر أن الإنسان يسب الدين فهو كفر صراح. الذي يسب الدين كان هناك المشركون والكافرون المعادون للدعوة الإسلامية يسبون الدين. وحتى اليوم هناك في أوروبا وأمريكا ودول أخرى ناس فيهم العنصرية يمزقون القرآن الكريم ويحرقونه ويتبولون عليه ويسبون صاحب الدعوة ويسبون الخالق سبحانه وتعالى. كاين موجود هذا لكن هؤلاء هم على أصلهم. أما الخطورة أن يكون ذلك في أرض الإيمان وأرض الإسلام وكان سمعوا واحد يسب الدين. والأخطر كما قال السي عمر وهو أن يكون الإنسان يؤم بالناس. الإمامة الإمامة واحد المقام رفيع واحد المقام مقدس اللي غادي يأم بالناس فهو أول حاجة نائب عن أمير المؤمنين في البلد. ثانيا هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد قبل أن يتقدم الإنسان للإمامة بالناس أن يزكي نفسه ويتزكى ويتطهر إلى القاف نفسه عيوب والقاف نفسه آهات أو زلات يتجنب هذه المهمة. ما يأخذ الإمامة لا ما يقرب لها رسالة عند إمام ولكن هل تستحق ذلك المقام؟
صعب جدا. الإنسان لابد أن يربي نفسه ويزكيها ويؤدب لسانه، عاد يتقدم الناس بالإمامة. كاين بعض الناس كيسبوا الدين وهم على غير دراية، أما إذا كان على دراية فذلك كفر صراح. فعلا العلماء قالوا بأنه قد خرج من الملة، وأنه عليه كما قلت السي عمر فعلا عليه أن يجدد إيمانه، وتجديد الإيمان كيكون بأن يعلن الشهادة من جديد ويغتسل الغسل ديال الإيمان ديال الدخول في الإسلام، وكأنه أصبح طليق من زوجته، لأن الزوجة الكفر يفرق ما بين الزوج وزوجته. ثم إنه لا قدر الله إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا إلا كان درا عمدا. أما عادة كنسمعوا بعض الشباب وبعض الناس كتلقى مقلق كيتخاصم كيقول هذه الكلمة سب الدين، فإذا رجع إلى صوابه كيعرف بأنه دار جريمة عظمى. هذا لا ينطبق على هذا الحكم. هذا كنقول لي غير تصارى شيئا ما، خاصك لابد تصارح حيدة منك، بغيتي تتبين العظمة وأنك خطير وأنك قادر أنك تفعل ترهب من حولك، لا تسب الدين، لا تستعظم قوتك بسب الدين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان بعض الصحابة كانوا يقسمون بالآلهة، كينسى لأن كان 40 عام 50 عام في الجاهلية، وكان يقسم بالآلهة واللات والعزى وحق هبل، فكان كينسى ويقول هذا الكلام، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله. هذا هو الحكم الشرعي البسيط، وهو أن الإنسان متى ذكر يستغفر الله تعالى ويجدد إيمانه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وينخرط في الاستغفار الاستغفار الاستغفار. كلما استغفر الله تعالى كثير غفر الله له. أما أن يسب الدين هكذا ويبقى على حاله كأن شيئا لم يقع، لقد وقع في كبير من الكبائر. لو أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عصرنا هذا وسمع من يسب الدين أو من يتبجح ويستصغر عقائد المسلمين، فإن سيدنا عمر كان يعذبه عذابا شديدا. ونحن محتاجين إلى رجال سلطة ورجال علم ورجال حكم في قوة سيدنا عمر بن الخطاب لكي يحافظ على شعائر الدين في البلد. ما يبقى أي متجرئ يتجرى على الدين أو يسب الدين أو يستهزئ بشعائر الدين. نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع وأن يرحم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسمى بالفاروق، الذي على يديه كان يفرق الله تعالى بين الحق والباطل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.